أكيد. إذا بروح للجانب القانوني، يمكن الجانب القانوني جدا مهم، مهم أكيد. للكثير من الناس اللي تسوق في الشارع، تشوفين ساعات حوادث تصير بسبب مثلا حالات من السكر أو تعاطي المخدرات وغيرها، ممكن يعرض الآخرين ويعرض نفسه أيضا للحوادث. شنو ممكن توصل هذه العقوبات لمثل هذه النوع من الحوادث، وهل ممكن تكون فعلا رادعة لهم؟ أي نعم، للأمانة القانون يحتاج تعديل، وخصوصا بهالمادة. نسبة كبيرة من الحوادث قاعدة تصير والسبة قيادة تحت تأثير المسكرات، وللأسف أن هما الثنتين هم الثلاثة عفوا مدموجين مع بعض، القيادة تحت تأثير المسكرات، وقيادة تحت تأثير مخدر وكذلك مؤثر، هما الثلاثة مدموجين، وعقوبتهم لا تتجاوز السنة فقط. إذا هذه جنحة، هذه تعتبر جنحة. طيب، وإذا صار في قتل أو زهق روح يعني وهما تحت هذا التأثير، هل يعتبر القتل غير عمد؟ إيه نعم، يعتبر قتل غير عمد، لأن القانون شرط أنه لازم يكون في قصد جنائي لتعتبر قتل عمد، ولكن هنا هو في حادث مروري لا يعتبر أبدا قتل عمد، لأنه لا يتوافر له القصد الجنائي. نعم. فقط أنه كان تحت تأثير مخدر أو مؤثر أو مسكر، ولكن هو بالأساس للأسف مخطئ. من وجهة نظرك القانونية، يعني رأيك اليوم هذا يحتاج تعديل؟ يحتاج تعديل، يحتاج حركة جادة من نواب الأمة، لازم تصير قضية رأي عام. نعم. علشان يطلع عضو يقترح، وفي حال قدم هذا الاقتراح ما سمعنا بعدها صار شيء عليه، ما سمعنا أنه فيه صار نقاش. ليش لازم تصير فيه حركة جادة من النواب في حال فقط صار قضية رأي عام؟ نعم. بالشارع فقط ذلك، والأرواح اللي راحت والشباب والبنات.